السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمر. اليوم سوف نرجع إلى ألعاب الألغاز التي أحبها كثيرا. هذه اللعبة اسمها ريتش صوص أو النجدة. اللعبة هي عبارة عن لعبة ألغاز رائعة وهادئة للغاية، سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد لعشاق ألعاب المغامرات والألغاز. في هذه اللعبة عليك بمساعدة الشخصية الرئيسية في اللعبة واسمها شادو للخروج إلى العالم والعثور على الشخص الذي يرسل له رسائل مشفرة. نعم، عبارة عن رسائل مشفرة. اللعبة تزداد صعوبة مع اجتياز أي مرحلة. شاهدوا الآن نحن في هذا المكان، أعتقد علينا بأخذ هذه هكذا. ماذا سوف نقوم بفعله؟ نتقدم هنا. أعتقد سوف نقوم بإغلاق ذلك المنفذ من الأعلى الذي يدخل منه الماء هكذا. ممتاز، سوف نشاهد ماذا يوجد هنا. What would their faces look؟ مشاهدون نقوم الآن بالذهاب هكذا، ننزل إلى الأسفل وهنا سوف نرى ماذا سوف نفعل. أيضا سوف نقوم بحمل هذه، ربما تنفعنا، وهذه أيضا. جيد، سوف نرى أيضا ماذا يوجد هنا. هنا شاهدوا هذه الآلة، هي عبارة عن آلة خاصة بالكلمات المشفرة أو رسائل مشفرة، ولكن أعتقد لا تشتغل علينا بتشغيلها. سوف نشاهد. نعم، سوف نقوم باستخدام هذا هنا في هذا المكان. جيد، الآن نقوم بالدخول هكذا. نعم، ها هي الرسائل بدأت بالقدوم إلينا. شاهدوا incoming، الرسائل المشفرة هي هذه، عبارة عن نقط. This is from مي صوص، كما تشاهدون اس او اس تعني النجدة. كيف سوف نقوم بالكتابة؟ سوف نقوم بالخروج. سوف نرى هنا كيفية عمل رسائل مشفرة. شاهدوا اي ام جود باي، ليس هنا اعتقد، ليس هنا، هنا أو سوف نقوم بمشاهدة هنا. شاهدوا. نعم، ها هي مي، هي هذه 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 هذه، هو ذيم، هي هذه العلامات الموجودة هنا والإشارات. إذا سوف نقوم بعمل 1 2 3 نقطة 1 نقطة. جيد، 3 نقطة 1 نقطة هكذا. نقوم بالدخول 1 2 3 نقطة 1 نقطة. جيد، كما تشاهدون لقد أرسلنا لهم رسالة عبارة عن رسالة مشفرة. closing terminal، الآن انتهينا، الآن اشتغل الباب وسوف يفتح. الآن سوف نقوم بالخروج. كما تشاهدون اللعبة جميلة وأيضا هادئة للغاية، ليس بها أي موسيقى مزعجة أو أي شيء من هذا القبيل. الآن سوف نذهب هنا، سوف نرى هذا الشيء هل ينفعنا. هنا سوف نرى حجر والملابس. شاهدوا، لا يمكن حمل أي شيء من هذه الأشياء. إذا سوف نقوم بالذهاب إلى الجهة الأخرى. أم عليكم بمساعدة هذه الشخصية، هذه الشخصية تسمى الشادو، عليكم بمساعدته لكي يجد الشخص الذي يرسل له الرسائل. شاهدوا، أعتقد أن سوف نقوم الآن باستخدام هذه الخشبة هكذا. جيد، الآن سوف نصعد. شاهدوا، سوف نقوم بالذهاب الآن. اللعبة جميلة كما تشاهدون. سوف نرى إلى أين سوف يذهب الآن. I reward to where we made music together. Maybe they would be there. شاهدوا، لقد وصلنا إلى هذا المكان. شاهدوا اللعبة كم هي جميلة وهادئة. الآن سوف نتقدم على هذا الشكل. شاهدوا الآن وصلنا إلى هذا المكان. ماذا علينا فعله الآن؟ سوف نرى هنا هل يمكن حمل هذه. جيد، سوف نقوم بوضعها في هذا المكان. شاهدوا هنا، تعال هنا هكذا. جيد، ممتاز، الآن سوف نقوم بتشغيلها. هيا، الآن اشتغلت.
ممتاز، لقد فتح الباب، الآن سوف نقوم بالدخول. الآن سوف نشاهد ماذا علينا فعله. الآن سوف نقوم بالتقدم، شاهدوا هذه كيف علينا بالصعود. أنا أقوم بالصعود الآن. كيف علينا بسحبها أو هيا نقوم الآن بالصعود. عليكم فقط بإمالة هاتفكم، شاهدوا إمالة هاتفكم هذا الشكل، وسوف تتحرك هذه، ونقوم الآن بالنزول هكذا لكي نذهب إلى الجهة الأخرى. شاهدوا الآن الهاتف سوف يعمل بالتقنية الجيروسكوب التي سوف تمكنكم من التحكم في الأشياء. شاهدوا الآن أنا أقوم بإمالة الهاتف وهذه العجلة تتحرك. الآن نقوم بالصعود إلى الأعلى. اللعبة يعني ازدادت روعة. هيا سوف نرى الآن ماذا علينا فعله أيضا. شاهدوا سوف نقوم بإمالة هكذا على هذا الشكل، نقوم بدفع هذا إلى الأعلى أعتقد هكذا. شاهدوا ممتاز، الآن نتقدم. سوف نرى، أعتقد علي بالرجوع هكذا. شاهدوا الآن فتحت، وسوف نقوم بسحبها هذه أيضا على هذا الشكل. الآن نقوم بالتقدم هناك. شاهد جميل جدا. الآن عليكم فقط بالتحكم في الهاتف، يعني عن طريق تحريك الهاتف الذي به أصلا تقنية الجيروسكوب. هذه اللعبة تدعم الجيروسكوب. الآن سوف نرى هنا ماذا يوجد. نقوم بحمل هذه، هل يمكن أخذها؟ نعم أخذناها. نشاهد هنا أيضا ما هذه الأشياء، ما هذه الأشياء التي توجد هنا لا يمكن التفاعل معها. إذا سوف نقوم برؤية هذه، سوف نقوم باستخدام هذا هنا. نعم جيد، الآن نقوم بسحبه إلى أسفل هكذا. ممتاز، شاهدوا ماذا فتح الآن. الآن نقوم بإمالة الهاتف لكي يقترب إلينا السلم. شاهدوا هكذا، ونقوم بالنزول بصفة عادية. اللعبة صراحة جميلة، فكرة اللعبة رائعة. هنا ماذا سوف نفعل أيضا؟ كيف سوف نعرف؟ سوف نقوم بالخروج، لا يمكن معرفة الرقم السري هنا. سوف نشاهد ماذا يوجد هنا أيضا. شاهدوا هكذا وهكذا، علامة مربع علامة 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 مربع علامة. سوف نشاهد هنا في هذا المكان علامة مربع أو دائرة علامة علامة. جيد، لقد فتحناها كما تشاهدون. الآن سوف نقوم بالدخول. صراحة اللعبة جميلة جدا، تستحق التجربة. أنصحكم بتجربة هذه اللعبة لأن بها ألغاز تزداد صعوبة. هذه الألغاز التي شاهدتموها هي يعني سهلة في الأول، سهلة قليلا، ليست صعبة كثيرا. شكرا لكم، سوف تجدون رابط اللعبة أسفل الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.